السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم نقول لهذا الناس الحقارين يجب تغيير الذهنية قبل تطوير المنشآت. غيروا بزاف صوالح، خاطش على حاضر الاخر كسبوه ماجر مدعو من طرف الكاب، وهذا التصوير في الملعب ما يخدمناش كاع. امن بلي ما يخدمناش، والله ما يخدمنا كاع. انا نقولكم نتوما تصنعوا نتوما تخسروا، نتوما تخسروا ما تصنعوش. هذه لاعبين تصفروا على ماجر بصح باش تخسروا، وعارفين التصفار هذه والتواغ هذه. بدلوا العقلية قبل المنشآت، كي تروح تشوف نتايا طوتي في روما حاجة كبيرة كاع، تروح لمارادونا تسقسي في الأرجنتين حاجة كبيرة كاع. صايك لا المدرب قلبها كان في قلبه باهي، قلبها مدرب ما نجح. صايك صايك بصح كلاعب أنا نبدا، أنا كنت ننتقده عمل خطرة كنت ننتقده، بصح نقول بلي كلاعب ما عندي ما نهدر نسكت. اللي ما يعرفش ماجر يروح يدير 87 فينال مع 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 بايرن ميونخ، يروح يدير اسيست البنت الاول ماركا هو غاليزاسيون، والبنت الزاوس اسيست من عنده. ما كانش كاينه اسيست ذاك الوقت، ما كانش هي هذه اسيست وهذه منا وهذو الارقام جبدوهم. ميرا النيفو كاع واحد كاع ياكلوا المقروط، ميراكم كاع تاكلوا المقروط. هذو جماعة تاع كلوا المقروط، هما اللي هم يصفروا. هذو المقروط مازال مأثر عليهم، تدخل عليهم الحريرة والبوراك والفرو في رمضان باش شوية تنقص عندكم المقروط، السكريات ينقصوا عندكم. خاطش مادامكم على بالك مأثر عليكم المقروط والميلفاي مازال مأثر عليكم. شكامة وتحقروا، شكامة وحقارة انتوما، انتوما شكامة وحقارة. الله ينعل الشكام وين ما كان، والله ينعل الحقار وين ما كان. انا نقولها لكم جميع الشكام والحقار الله ينعله. وهذو اللي صفروا ما دام تصفر معاك من ربنا، انتوما رجالة يا ولدي اصلا ماشي رجالة كاع. انا نقولها لكم ثقافة، ثقافة مامي انتوما تعرفوها انتوما ثقافة انتوما. خليني قبل ما ميلو ما تعرفوا شو ما تعرفوا ثقافته جايبة تشوف البخاض تقول لي بين ثقافة. قلناها الشيخ الجيلاني عين تادلس مي جابو بارابول، البارابول بيك مصاب كوليكتيف بارابول كل. قال لهم لاسيستية فماهيش كاع ثقافة، حتى عايشة بنت فلان وقطعت بلايزهم وسافت جاكلين. هذه على ورد يا بيت ولدي قاوري، ولا بيت ولدي قاوري يا رب العالي ذراع، ولا انت مسلم انت استر مرتك، استر مرتك انت استر مرتك. روح قود عليا جوست قود. انا متخلف، انا انسان متخلف في هذا الصوالح، انا انسان متخلف استر مرتك وقود. شي رجاله على تحقروا، على تحقروا، على حقرتوه، هلا حقرتو ماجر عليه، هلا تحقروا عليه، هلا حقرتوه. كان زبيدو طايل. وين جيل هذا الجيل؟ هذا الجيل المقروط والميلفاي، هذا جيل مقروط والميلفاي، يعني جيل مقروط والميلفاي يصفر على أسطورة كرة القدم الجزائرية والإفريقية في زمانه. رابح ماجر هداف وممرر حاسم ورجل المباريات ورجل مباراة في نهائي أوروبي، يعني أوروبيا للأندية للبطلة 1987، هداف كأس العالم للأندية في اليابان 1987 من نصف يعني الملعب، أحسن لاعب يعني في كأس أمم إفريقيا 1990، قهر ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ،
والمنشفات الألمان وأكبر أندية أوروبية، وهو الذي يعني تشير يعني يشيد من تمثال باسمه في ملعب يعني دراغاو بمدينة بورتو، ورفع اسم الجزائر عاليا. ما زالوا للآن من يقولوا طار ويقول لك على ماجر يا غادي تفر علي يا خراي غادي تفر علي تاي موال تاي جاي بختك حدا قاعد تفر كي مغل وفرحان ايش يا تفر عليه محسوب قابض محسوب راجل تاي راجل على هو اللي ميناكم الكوب دي موند كوم شي شكامة على ماجر اللي ميناكم الكوب دي موند كوم شي شكامة ماجر داكم شخطات كوب دي موند 82 البوت لي ماركا قال لها انا البوت لي ماركا في قسنطينه تريبل ذاك ديفونسير تاع لوبا ذاك ديفونسير تاع تاع نيجيريا خرجه بالسطاد قدم بيها وماركا البوت الزاوج تاع الربح كنا واو لله الوقت اللي كانوا طايحه علينا نيجيريا كونتر اتاك وحده استغلها لوبا وماركا لا ديفونس تاع الالمان 82 قالوا لهم علاه درتو قالوا خصنا بدنا افريقي ما يخممش بصح هو كان انتيليجون لوباهم في زوج ديفونسير لوباهم كاع جاي تقول لي انت تعايل علاش تعايل فعلا ماجر الذي تعرض لصفارات استهجان لبلده سجل اسمه بأحرف بالذهب في تاريخ كرة القدم الأوروبية لدرجة أن اسمه يذكر لحد الآن عند تسجيل هدف بالألطان بالأمس تصفير على الناشيد الكاميروني واليوم التصفير على ماجر وتريدون تنظيم تظاهرة دولية وإقليمية نظموا نمي أو تنظموا ايش عمل البيئة ها أروح شو نوريكم أروح ها الشعب هذا ها عليكم ها متأثر بيها ها متأثر بيها ها متأثر ها متأثرين ها متأثرين هاي لها هذه تبدأ تل وحدة تاع الصباح قاعد يسمع لها كلمة غل عليك ها متأثر ها ها متأثرين ها قال لك شو فيها متأثرين متأثرين نمي ثوما حقارة كره الحقار الحقار نكرهه هذا حقرو ولكم العود المشهد منذ البداية كان رائع والكل تجند لإنجاح الشام ووضع الكاف أمام الأمر الواقع لنيل شرف تنظيم كام 2025 لكن ما حدث مع الأسطورة رابح ماجر يعني هذا أمر لا يمكن أن نسكت عليه فهو أسطورة رفع الراية الجزائرية عاليا في أكبر محافل دولية صحيح أنه فشل كمدرب مثل يعني فشل بلاتيني أيضا مع المنتخب الفرنسي ومارادونا لكنه يبقى اسم كبير قاريا وعالميا ولا يستحق تلك المعاملة في بلده ومع ومن أبناء بلده لازم نتعلموا نحترموا لازم نتعلموا نحترموا نقولها لكم الجيل لكم كاني المقروض بزاف نتوما لكم كاني المقروض بزاف انا بقول نقولها لكم مشي ماجر إليمينا الجزائر من الكوب دي موند راكم غالطين مشي ماجر خرجكم بنقطة مشي ماجر راكم غالطين بالكم غالطين بالك راكم كاليين المقروط والميلفاي أنا نقولكم في باليكم كاليين المقروط والميلفاي راكم راهي مخلطت لكم أنا نقولكم هذو شعباويين هذو ما كان والو يا ودي ما أي أيوة بعد يقولك بينظموا كأس إفريقيا لا تنظمها لا تنظم كأس إفريقيا لا تنظم كأس إفريقيا لا تنظمها غادي تنظموا غادي تنظموا يعني كوب دي موند 2026 صايب شافوكم خلعوا فيكم على بالكم بلي خلعوا فيكم بيعطوكم كوب دي موند صايب
كوب دي مون تاع امريكا قال لك اودي حنا هذا الشعب نعطوهم صايف. انا نقول لكم تمام، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيت وصحه.